60 عاماً من التميز، العديد من المجالات الصناعية والخدمية، أكثر من 40 فرعاً حول العالم. مجموعة الخريف. مع انهماكك في الأعمال الإنشائية الشاقة والعمليات اللوجستية الدقيقة، تريد شريكاً يوفر لك قطع غيار مضمونة في الوقت المناسب. وهنا يأتي دور شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار. بالنسبة للمركز الآلي هو خياري الأول سواء في الرياض المنطقة الوسطى أو في حائل، لسهولة التعامل معاهم والمرونة في التعامل وتوفير القطع بأسرع وقت. SBC يعني شركة عريقة وبنعرفهم من زمان وخدماتهم متميزة ودائما بيلبوا طلباتنا. We chose SBC because they're one of our preferred vendors because they give us very good feedback. They give us good availability and the price is always competitive. أول حاجة في وجود المسوقين الجيدين الممتازين الذين يلبون طلبات الزبون في الوقت المناسب. من الأشياء الثانية اللي هو جودة قطع الغيار وتوفرها. والله الحمد لله من طيبها وطيب أهلها وقطعهم مش بطالة الحمد لله، وبيننا وبينهم تفاهم يعني عميق ما فيه لفلفة ولا شيء. هذا اللي حببنا فيهم. أنا اخترتها لجودة القطع غيار. سبب اختيار الـ SBC طبعا سبب هذا جدا مهم، واللي هي جودة القطع. جودة القطع واعتمادهم للأنواع الجيدة وخدمة ما بعد البيع ممتازة والأسعار المناسبة. والله الخدمة ممتازة من ناحية الدليفري، من ناحية البرودكت سبورت، خدمة العملاء في SBC خدمة راقية جدا. والله طيبة ما شكينا منهم حال. حقيقة لم نجد إلا التعاون وحسن المتابعة. The service provided by SBC is very good. Actually, they're one of our preferred vendors. خدمات ممتازة، خدمات متطورة. والله ممتازة. راضي جدا. لسهولة التعامل معهم، لتوفيرهم احتياجات القطع بشتى أنواعها. يعني نقاط التميز بالشركة حقيقة بجودة القطع الغيار الأصلية المستعملة وحسن وإتقان الإصلاح. Product quality is good and the availability is very good and the prices are compared to the competitors and other available products are very good. خدمات الإيجابية، أول حاجة الأسعار المنافسة، توفر القطع في وقتها، الشيء الثالث الجودة، وقطع طيبة، وخصوصا الIBD بعطيها شهادة أنا ما في مشكلة. كلها اللي هي جودة المنتج والسعر منافس والشخص ملبي الطلبات بأسرع ما يمكن. SBC بتقدم لنا أفضل جودة للتيربو. 7 سنوات 8 سنوات. والله الى من فتره ليست بالقصيره، يعني تتجاوز ال10 سنوات. من 10 سنوات احنا شغالين، 11 سنه. Well, we've been dealing with SBC approximately now I'm going back a long time, I think 19 years. من اكثر من 11 سنه. يمكن حوالي 14 سنه. والله تعاملنا معهم من مده 7 سنوات. احنا دائما فخورين ان احنا مع SBC. شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار.